وعلاج القلوب هو القرآن. يقول الله عز وجل: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين بس، ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء، والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى. يا أيها الناس، قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. لا يمر عليك يوم دون أن يكون لك نصيب من القرآن، لا بد أن يكون لك يوما ورد لا يقل عن جزء. ولهذا قال العلماء: من مر عليه 30 يوم ما ختم القرآن عد هاجرا. والهاجر للقرآن موضع شكوى يوم القيامة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال الرسول: يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا، انشغلوا بالأغاني وانشغلوا بالمسلسلات وانشغلوا الآن بالجوالات وانشغلوا عن القرآن، بعضهم يدخل الشهر ويخرج ما يقرأ حرف. وكنت أعجب لما أسمع عن السلف كيف كانوا معلقين بالقرآن، حتى رأيت الناس وهم معلقين بالجوالات وبالواتساب، جالس يطالع، يسوق السيارة ويقرأ ويكتب رسائل في مجالسهم. الآن ما عاد أحد يسولف مع الثاني، قلت كل واحد في زاوية قاعد يقرأ، بل في البيت ينام هو وزوجته على سرير واحد، وهي مقبلة هناك وهو مقبل هنا، هي تقرأ وهو يقرأ. والقرآن، القرآن فيه في الجوال قرآن، لكن من يفتحه؟ أليس في القرآن مواقع في الجوال قرآن وتفسير؟ لكن معرض عنه هذا، ما حد يبغاه إلا من، إلا أهل القلوب السليمة. أسأل الله يجعلني وإياكم منهم. فحتى تسلم ارجع إلى القرآن، هذا الدواء. وارجع إلى مستشفيات القلوب وهي المساجد، لا تقطع العلاقة بالمساجد، ورجل معلق قلبه بالمساجد. وارجع إلى أطباء القلوب وهم العلماء ورثة الأنبياء الذين يعلمون الناس الخير، تعلق بهم، حبهم، اكرمهم، اجلس معهم.